نواصل دروس العقيدة في شرح كتاب أصول الإيمان، وآخر ما وقفنا عليه هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسخة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ قلنا أو ذكرنا بذلك أن معنى متهوكون أي متحيرون، متحيرون أي في حيرة، هل أنتم في حيرة؟ هل أنتم في شك أنكم على الحق؟ لأن شريعة الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله عز وجل، ولهذا قال النبي: لقد جئتكم بها، أي شريعة الإسلام، بيضاء نقية، دلالة على كمالها وعلى أنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، معنى لو كان موسى عليه السلام حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول لاتبع موسى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في ذلك عيسى عليه السلام أنه في آخر الزمان لما ينزل فإنه ينزل يحكم بالقرآن ويدع الإنجيل ويكون متبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما وقفنا عليه. وذكرنا واحد المسألة وفصلناش فيها، وهي مسألة النظر في التوراة والإنجيل، ما هذا النظر ما هو حكمه؟ هل لا يجوز مطلقا أم يجوز؟ فالمسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غيرها من الكتب، معنى الكتب المحرفة المنسوخة، سوف نذكر هذا. هذا النظر قال القول الأول إذن يحرم هذا النظر لأي أحد كان، سواء كان عالم أم غير عالم، كان وقت التنزيل أو بعد التنزيل. هذا قول من أقوال أهل العلم، أنه يحرم مطلقا، يكون من عالم أو غير عالم، ويكون وقت التنزيل أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان القرآن ينزل أو بعد التنزيل. والقول الثاني أن ذلك يحرم ولكن ليس على إطلاقه، ولكن ليس على إطلاقه، فيجوز لأهل العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة والإنجيل. علاه؟ وذلك لإبطال دعاوى اليهود أو النصارى ولنصرة الدين، إذن فهو يدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد العلمي، الجهاد العلمي. وهذا القول اعتمده بعض أهل العلم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري مبينا هذا القول، قال: والذي يظهر أن كراهية تلك إنما هي للتنزيه لا للتحريم، معنى قال أن النظر في كتب التوراة والإنجيل، في كتاب التوراة والإنجيل، قال أن هذا النظر هو ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. والأولى في هذه المسألة قال التفرقة بين من لم يتمكن، بين من لم يتمكن ويكون ويصير من الراسخين في العلم والإيمان، فهذا لا يجوز له النظر، فهذا لا يجوز له النظر، بخلاف الراسخ في العلم فإنه يجوز له النظر في ذلك إذا احتاج فيه للرد على المخالف، للرد على المخالف، أن الرد على اليهود أو الرد على النصارى، وذلك لإلزامهم بالتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال
الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقد كتب بعض أهل العلم كتب فيها نقولات من كتب التوراة والإنجيل، معنى هذا يدل على جواز النظر نصرة للدين وأيضا في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا من الجهاد العلمي. مثلا ابن تيمية رحمه الله ألف كتاب عنوانه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر فيه كثير من النقول من التوراة والإنجيل. معنى دليل على ماذا؟ دليل على أن ابن تيمية رحمه الله نظر في التوراة والإنجيل ونقل بعض النقول للرد عليهم، للرد عليهم في ذلك. نجد مثلا ابن القيم رحمه الله ألف أيضا كتاب في هذا الباب عنوانه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، وذكر في هذا الكتب كثيرا من النقول من التوراة والإنجيل، وكذا الإمام القرطبي وغيرهم من أهل العلم، كل ذلك نصرة لشريعة الإسلام. ولعل من الأدلة التي تدل على ذلك، على جواز النظر في كتب التوراة والإنجيل من أجل الرد على المخالف ونصرة الدين، حديث موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا، يعني رجل وامرأة من اليهود زناوا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل، ما تجدون في التوراة في شأن الرجل. أنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، أنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد لأنهم زناوا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم في التوراة آية فيها الرجل؟ فماذا قالوا له؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قالوا هذه العقوبة من عقوبها الزاني، أننا نفضحه أمام الملأ وأيضا يجلد، أنه يجلد. كانوا يديروا له الحموم، يعني يديروا له الحموم في وجهه ويركبوه فوق الدابة ويمشوه في وسط الناس، بل هذا أو شهدان أو شهدان، وأيضا يجلد. فماذا قال عبد الله بن سلام؟ قال كذبتم إن فيها الرجل. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، كان من علماء اليهود، ثم أسلم، هداه الله عز وجل الإسلام. ومعروف في قصة إسلام وكيف كان موقف اليهود منهم لما سألهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، معناه مدحوه واثنوا عليه، ما لا أخبروا بأنه قد أسلم. فبعد ذلك ذموه، معنى ذموه وتكلموا فيه وطعنوا فيه. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، لما أسلم قال لهم، معناها أراد أن يبين لهم أنهم يكذبون، قال لهم كذبتم إن فيها الرجل، إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، جابوا كتاب التوراة وفتحوه ونشروه، فوضع أحدهم يده على آية الرجل، أنا قطها لما يشوفوهاش، آية الرجل قطها بيده، فقرأ ما قبلها وما بعدها، قرأ لهم الآية اللي قبلها وقرأ لهم الآية اللي بعدها، وقال لهم ما عدناش آية الرجل في التوراة. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل. فأمر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم فرجما. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للعالم الراسخ في العلم أنه ينظر في التوراة وينظر في الإنجيل وغيرها من الكتب من أجل الرد على المخالف
ومن أجل نصرة الدين، وهذا يدخل في باب الجهاد بالقلم، بالقلم واللسان. أيضا مما يذكر في هذا الباب في من فوائد في شرحنا لهذا الحديث، ما هو سبب النهي في النظر في كتب الكتاب التوراة والإنجيل؟ ما هو السبب؟ والزبور وغيرها من الكتب، حتى كتب المخالفين وأهل البدع والأهواء. لكن هنا النظر مدمنا في هذا الحديث، النظر في التوراة والإنجيل، ما هو السبب؟ قيل أن السبب هو أنها منسوخة، فرسالة محمد ورسالة عيسى عليهما السلام نسخت أو نسختا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لا يرضى لأتباع محمد ولأتباع القرآن أن ينظروا فيها وهي منسوخة، منسوخة خلاص ممحية لا تنظر فيها، لأن القرآن جاء ونسخ هذه الكتب وأصبح هو الكتاب المهيمن. وقيل لأنها محرفة، وقيل لأنها محرفة، معنى قيل أنها منسوخة وقيل أنها محرفة، معنى السبب الثاني مما من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في النهي عدم النظر في كتب الكتاب أو كتب التوراة والإنجيل، قيل لأنها محرفة. كما قلنا النهي عن النظر في التوراة والإنجيل سببه قيل أنها منسوخة، أنها كتب منسوخة نسخت بالقرآن الكريم، وقيل أن السبب الثاني أنها محرفة، أنها محرفة، فتحريف التوراة وتحريف الإنجيل كان شيء معناه بشيء كبير، بشيء كبير، فإنه لا يوثق فيها فيؤخذ منها الحق، معناه لا يدري الإنسان هذا الذي يأخذه من التوراة هل هو حق أم ليس كذلك، معناه ممكن الذي تأخذه من التوراة يكون هو الشيء المحرف الذي زيد فيها، فأنت لا تعرف هل هذا الذي موجود في التوراة أو موجود في الإنجيل هو حق، إذن فهي محرفة ومبدلة. فلهذا السبب جاء النهي عن عدم النظر في التوراة والإنجيل. والعلماء اختلفوا هل هذا التحريف الذي وقع في هذه الكتب هو تحريف لفظي أو تحريف معنوي، معنى هل التحريف هذا وقع في الألفاظ فغيرت وبدلت فزيد فيها ونقص منها، وقيل أن هذا التحريف هو تحريف معنوي. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال، فهنالك من أهل العلم وهو قول كثير من أهل العلم أن التحريف هو تحريف لفظي على وقع في الألفاظ، دليلهم في ذلك قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه كما جاء في القرآن الكريم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلمة أي الكلام والألفاظ يحرفونها عن موضعها. فهذا التحريف اللفظي كان في التوراة وفي الإنجيل قد يكون بالزيادة أو بالنقصان، ممكن يكون بالزيادة ويكون بالنقصان، مثلا في النقصان مثلا ذكرت في كتب التوراة والإنجيل البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في سورة الصف إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. هذه البشارة ذكرت في التوراة خاصة في الإنجيل، يعني الإنجيل هو آخر كتاب بعده جاء بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت أوصاف وذكر بشارة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. لكن نجد أن في الكتب المعتمدة، يعني كتبهم المعتمدة الأناجيل الأربعة هذه لا توجد فيها هذه البشارة، هذا الدليل على ماذا؟ على أنها حذفت، فهذا تحريف لفظي بالنقصان، تحريف لفظي بالنقصان. وقد يكون التحريف بالزيادة، بزيادة مثلا في مسائل التوحيد والعقيدة
الله عز وجل وصف بأوصافها نقص وعيب. مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. فهذا في حق الله نقص، هذا مما زادوه في كتبهم. مثلا في كتبهم هذه المحرفة ذكروا باللي بعض الأنبياء وقعوا في الفواحش، ومعروف أن الأنبياء معصومون من هذا من الكبائر. إذن فهذه زيادات، فهذا تحريف لفظي، هذا تحريف لفظي لما جاء في كتبهم التوراة والإنجيل. القول الثاني قيل أن التحريف في المعاني وليس في الألفاظ، معنى التحريف والتغيير وقع في تأويل هذه الألفاظ، أي في تفسير وبيان هذه الألفاظ، يعني يفسروها بمعاني ليست هي صحيحة. وهذا القول اختاره الإمام البخاري وغيره من أهل العلم، وغيره من أهل العلم. مثلا دليلهم بذلك الحديث الذي مر بنا، قالوا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، حيث أنهم حرفوا آية الرجل وقالوا أن المذكور في كتبنا هو أن يفضح وأنه يفضح ولا يرجم، أنه يفضح ولا يرجم الزاني. فهذا من التحريف المعنوي، تحريف المعنى. ولكن قول الصحيح أن التحريف هذا وقع في الألفاظ ووقع في المعاني، معنى حرف التوراة والإنجيل في ألفاظ زادوا فيها ونقصوا، وأيضا حرفوها في المعاني حيث أنهم أولوا وفسروا تفاسير باطلة لما جاء في كتبهم في كتب التوراة والإنجيل. إذن هذا هو القول الصحيح والراجح في المسألة. إذا تقرر هذا يتبين لنا أن النظر في كتاب التوراة والإنجيل إنما هي لأنها محرفة ومنسوخة، معنى في زوج، معنى لا يجوز النظر في هذه الكتب لكلا السببين، أنها منسوخة وأيضا أنها محرفة، فلا يجوز النظر فيها. والنظر أيضا كما قلنا من فوائد هذا الحديث عدم النظر أيضا في كتب أهل البدع والأهواء، كتب المنطق، كتب الفلسفة. إذا كان العلماء كآخر فائدة نذكر في هذا الحديث، قالوا العلماء إذا كان هذه الكتب منزلة من عند ربي التوراة والإنجيل ووقع فيها التحريف ونهينا شرعا أننا ننظر فيها، فما بالك بالكتب التي هي من آراء الرجال وألفها البشر، فلا يجوز النظر فيها إلا إذا كانت موافقة لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال في هذا الحديث، نكتفي بذلك.